اهلا بحضراتكم من جديد. احنا شفنا الدور الرياضي اللي النادي الاهلي بيعمله، وشفنا اسهام الاهلي الكبير في صناعه البطل الرياضي. شفنا ابطال السكواش، شفنا ابطال الكاراتيه، شفنا ابطال السباحه، وشفنا تنس الطاوله اللي النادي الاهلي تقريبا بيمثل للمنتخب اكتر من 85-90% من الولاد والبنات. على المستوى بقى الرياضي والإنشائي والتعميري والإنمائي حدث ولا حرج. عشان كده كان في كلام كتير بعضمة لسانه. هكذا يكون حب الوطن. حب الوطن إن أنت تمثله في الصورة اللي تليق بمصر. حب الوطن إن أنت تقدم لشباب البلد القيمة والنموذج والقدوة. حب الوطن إن أنت تسهم بهذا القدر الفاعل والحقيقي في خلق الكوادر الرياضية والأبطال الرياضيين. حب الوطن إن أنت تقدر تشتغل على قوتك التسويقية وإمكاناتك الاقتصادية في إن أنت تبقى كيان رياضي اقتصادي يتحدث عنك الجميع. كل الأوساط الرياضية العربية بتتحدث في الفترة الأخيرة عن هذا النمو الكبير في كيان الأهلي الاقتصادي يا باشمهندس، وقدرته على أن يكون كيان استراتيجي في الناحية الرياضية. وهو ده اللي بيخلي الناس أو الإعلاميين الجادين ياخدوا نموذج من الموضوع الواقعي والاستراتيجي والاحترافي. فما يجي ناس عماله تلطش في قوتك واسمك القوي والقيمه التسويقيه ونجاحك في انك بتوصل لعقود بارقام تتناسب مع حجم شعبيتك ومكانتك، في المقابل تجد اعلاميين جادين بنستشهد بيهم لان هم ما همش كتار الحقيقه. يعني المنصفين دي صور من اهل التجمع مثلا. المنصفين مش كتار. لكن لما يجي ناقد معني بالصح وبالمسؤولية وبيتجاوز انتماءاته في انه يقدم لك الحقيقة، لابد يعني نتكئ ونلجأ اليه. الصور دي يا جماعة من انشاءات الاهلي، ده المسجد بتاع التجمع في فرع التجمع الخامس اللي لسه هيفتتح ان شاء الله خلال هذا الشهر. بصوا على هذه المفخرة الرياضية الإنشائية اللي بتدعم الرياضة المصرية والبنية التحتية، واللي بتقول بوضوح الدولة بتشتغل عليها ازاي. فلوس الأهلي الكتيرة دي بتروح فين؟ هي مش كتيرة. طبقا للالتزام اللي بتلزم نفسك بيه هي مش كتيرة، هي يا دوبك تكفي باحتياجاتك. انت بتاخد الفلوس دي بتنفقها على بنية تحتية تفيد الوطن وتفيد النادي الأهلي وتفيد شباب مصر. يعني لسه بقول لك اعطيني ملعبا اعطيك هيعطيك ملاعب كتيره هي. فلما تعمل لي هذا المكان بهذا يعني المستوى المشرف، انت كده بتؤسس لبناء مواطن سليم. هو ده الاسهام الحقيقي لنادي زي النادي الاهلي مع بلده. انه كل يوم والتاني في مشروع وبنيه اساسيه تضخ لدعم الرياضة المصرية وبناء المواطن الصالح، وبتقدم له في نفس الوقت الأداء المتزن اللي مبني على حب النادي وحب البلد، والنموذج المشرف اللي مبني على قيم رياضية حقيقية. هو ده اللي تقدر تعمله، ودور اللي لازم المؤسسات الكبرى تلعبه. طب مش كتير اللي بينصفوك في هذا الاتجاه. يعني انت بنلجأ كتير مثلا الاستاذ محمد شبانه، اما بنلجا له في حاجات لانه ياتي الانصاف.